ومشرفنا دلوقتي سيادة اللواء أركان حرب مجدي شحاتة من سلاح الصعقة. أهلا بيك يا فندم. أهلا حضرتك وأهلا بيكم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والصحة والسلامة يعني عاوزين حضرتك كده تخلينا كده في الصورة وكأننا في سلاح الصعقة يوم 6 أكتوبر وقت العبور. كان الشكل عامل إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل كان جد استعداد على قدم وساق زي ما بيقولوا، كله بيجهز نفسه بيحضر نفسه نفسيا وأجهزة ومعدات كل حاجة، بيجهز نفسك للقيام بالواجب المنتظر قيام به من زمان، وقلق بسيط من ان هم يلغوا الموقف يلغوا العملية كما بيقولوا. ده كان جوه نفوسنا كلنا، لكن الامل برضو كان كبير قوي ان احنا ننفذ ونقوم ونتم عبور خليج السويس، لان انا بالنسبه لي كان خليج السويس ما كانتش قناه السويس، عن طريق الطيران الهليكوبتر لتنفيذ مهامنا خلف خطوط العدو في جنوب سيناء. فكان شعور جميل وحلو، مشاعر كانت مش تقليديه. كان قبلها بقى حاجات تانية، مواقف تانية كتير، وبعدها حاجات كتير. تمام. طب حضرتك الموقع تحديدا السلاح، يعني السلاح حضرتك كان فين بالظبط، والمهمة اللي كنتم مكلفين بيها؟ هو احنا الكتيبة اسمها كتيبة 83 صاقة، احد كتاب الصاقة في هذا التوقيت. 83 صاقة. تمام. الله يخليك. ودي كانت كتيبة لها تاريخ عظيم في عمليات الاستنزاف وخبرات قتال للجنود كانت هايلة جدا، روحها معنوية كانت عالية، وكان موجودين في حتة اتنقلنا في منطقة اسمها كالزعفرانة أو في أحد المناطق الجبلية خلف الزعفرانة، استعدادا للانتقال بالطيران الهليكوبتر في مناطق جنوب سيناء اعتبارا من وادي فران حتى وادي بعبع في عند بورديس كده، في منطقة بورديس، للعمل خلف خطوط العدو وفتح جبهة. مش احنا بس، الكتيبة دي وكتائب أخرى، فتح جبهة ضد العدو في جنوب سيناء، لأن التركيز كله كان هيبقى شمال سيناء، فقالك لازم التواجد قوات في جنوب سيناء لإحباط العدو، إشغاله، إحداث خسائر فيه، عدم تمكينه وتثبيته في جنوب سيناء عشان ما يطلعش يعاون القوات في شمال سيناء، كذلك هو والقوات الجوية وجميع كل العناصر الدعم تبقى منتظرة. والحمد لله الكتيبة والكتاب الأخرى نجحت في تنفيذ المهمة. العدو فعلا قعد، هو كان مفروض أن يقعد العدو في هذه المناطق من 4 إلى 5 أيام، لا ده قعد أكتر من كده كتير جدا عشان خاطر يقاتل ويواجه القوات الصاعقة في هذا الاتجاه. الحمد لله. الكتيبة استمرت قد إيه يا فندم بتاع حضراتكم؟ الكتيبة احنا اشتغلنا قعدنا حوالي أسبوع شغل تنفيذ عمليات، لكن بقيت يعني طبعا في حصل بقى اشتباكات ومواجهات. يعني احنا اول اشتباك كان حصل مع عدد 2 قول للعدو، كان في 2 اتوبيس كان عليهم اهتمام كبير جدا، تأمين قبليهم وتأمين بعديهم بعدد حوالي 17 عربية مدرعة واتوبيسين، وكانوا هذه الاتوبيسين كان صيد سمين بالنسبة لنا جدا. الحمد لله ركزنا عليهم سهل كل حاجة، وكنا متوقعين بقى القتال الشرس مع بقية القول اللي جاي، لكن فوجئنا ان القول بجبن وقف ورجع وانسحب من غير ما نقدر، يعني يدوبك قدرنا يعني نعمل فيه تأثير خفيف، لكن التأثير الرئيسي والتدمير كامل كان لعدد 2 اتوبيس. كان عرفنا فيهم بعد كده ان هم فيهم 65 طيار وملاح بعد كده بمدة طويلة. جميل. يعني الصدفة 65 طيار وملاح كانت ضربة موجعة ضد العدو. كان الكلام ده يوم 9 أكتوبر، يعني قعدنا 6 7 8، يوم 9 بدأ أول تحرك ليه في من اتجاه من الشمال حتى للجنوب، كان رايح في اتجاه الطور، وحققنا فيه المفاجأة دي والخسائر الكبيرة دي. والحمد لله دي رفعت معنوياتنا طبعا. احنا الحمد لله كانت رغم الصعوبة والإمداد كان قليل وكانت الظروف صعبة، لكن الحمد لله معنويات كانت عالية، ودي مش عاوز أقولك بقى رفعت معنويات الناس بقى شكلها ايه. الحمد لله. ده بيرفع معنويات الكتيبة
وكمان بيرفع معنويات الجيش كله يا فندم. يعني والله عمليات زي دي واعداد زي اللي حضرتك اللي انت والله عنك. احنا طبعا كنا منفصلين يعني، وحتى ما كانش في جهاز لاسلكي، جهاز لاسلكي في هذا اليوم متاخر في هذا التوقيت. يعني جانا امداد من المشير احمد اسماعيل بشخصيا، امر بامداد المجاميع اللي خلف خطوط بذخيره وجهاز لاسلكي ودفاع جوي، سلاح اسمه ستريلا اسمه سام سبعه، ويعني واكل وماء، ودي كان اهم حاجه. ووصلت الحمد لله يوم المعركه في نفس اليوم الحمد لله في خلال الظهر، احنا فزنا العمل بعد الظهر. ودي يعني ده الحاجه الوحيده كانت وسيله اتصال ان توصل، لان احنا كنا بعد 200 كيلو 200 وشويه كيلو من قواتنا من جهه الحفاظ التوقيت. لكن انا بتكلم على مجموعه القتال نفسها، المجموعه بتاعتنا كانوا بدأوا يقاسوا انهم نازله عايزه تحارب عدو، عايزه تواجه عدو. قعدنا يوم 6 ما كانش فيه عدو، قعدنا ندور على عدو مش لاقيين، 7 مش لاقيين، 8 ما فيش حد عدى، 9 مساء اخر يوم، وده كنت متوقع لانهم كان بدأوا يعني مشوا اتوبيس فاضي كده في اتجاه من الجنوب للشمال، فتوقعت ان هيبقى فيه تاني يوم لازم هيبقى فيه شغل يوم 9 ده فيه. وفعلا الحمد لله حصل، وعدى قول الكبير ده، تم تدمير الاتوبيسين دول، وده برضو عمل ضربة موجعة وخلاهم يبقوا متحسسين في أي تحرك وأي موقف بعد كده. رد فعلهم كان يا فندم بعد عنيف، رد فعل عنيف، لأنها ضربة عنيفة جدا قاسمة، رد فعل عنيف أكثر مما كنت أتخيل. ليه؟ لأن هم أنا ما كنتش عارف أن الضربة موجعة بهذا الشكل، لكن هم جم بأعداد مش مضاعفة، يعني مش عاوز اقول لحضرتك جه يعني جيش كامل، وده كويس استنزاف لهم يعني، بدل ما نجيبه من بشوق يجيبه فعلا. يعني مش عاوز اقول لحضرتك عدد كبير جدا من طيارات الهليكوبتر معاهم، في مظليين كانوا بينزلوا عشان خاطر طيران ميراج مغطي على طول، عامل تغطيه لساحه المعركه على طول، مغطي السماء على طول، الميراج ما كانش ينقطع، دبابات مدرعات، يعني كان جايين بتشكيل كامل عشان للانتقام. وده طبعا بيكون استنزاف لقدرتهم العسكرية ولأسلحتهم، وده كان من ضمن الحاجات اللي احنا كنا عاوزينها، ان هو نجيبه يبقى دايما بعيد عن الشمال عشان خاطر يخف الضغط على الشمال. طبعا احنا بنتعامل يعني بعفوية، يعني في عدو جاي بنضربه، في عدو بيهاجم، فكانت مواجهة غير عادلة. لكن المفاجأة هو جاي يسحق في ثواني ويمشي، يعني تخطيطه بالقوه دي جاي عشان يسحق، مفيش احنا قوه بكون لنا 40 حاجه 40 واحد 43 واحد، فكان جاي يسحقهم وفي في 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 دقائق او نص ساعه ويتكع الله ويمشي على طول. ازاي بقى القناعه يا فندم اللي عند المقاتل المصري وقناعته ان هو بيدافع عن ارضه وبيسترد ارضه، كانت ربما هي اللي بتعوض فرق التطور في الأسلحة؟ كان في فارق في الأسلحة والإمكانيات الموجودة، ولكن كان بيعوضها إرادة المجند أو المقاتل المصري بشكل عام أيا ما كان على الجبهة. هو ده يمكن السر في حرب أكتوبر 73، الإرادة القوية للجند المصري والضابط المصري والمقاتل المصري والشعب المصري.